على موجات صوت العرب من القاهرة وعلى مائدة الإفطار، عيش حياتك بصحة وعافية. صحة وعافية، صحة أفضل لحياة أفضل. صحة وعافية، التقديم دكتور وائل صفوت، الإخراج سعدية حسين. وحلقة جديدة من صحة وعافية، وزي ما اتكلمنا قبل كده على الجزء الجسدي والنفسي، النهاردة بنتكلم على السلوكيات وازاي نوصل ولادنا للحاجة اللي احنا عاوزين نخليهم يغيروها ويبقوا فيها كويسين من خلال اسلوب جديد. ومعانا ومعاكم دكتورة نجداء محمد، استشاري علاج بالفن بمستشفى الشرطة. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا يا دكتور، اهلا بحضرتك. طبعا انا لما بقول استشاري علاج بالفن بمستشفى الشرطة، بس في حاجات كتير قوي ممكن نقولها، بس هناخد فيها حلقتين مثلا يعني. فاحنا بندمج الحاجات دي كلها في ازاي نخلي ولادنا ياخدوا سلوكيات ايجابية في رمضان ويحافظوا عليها. تمام، خلينا نقول ان احنا رمضان شهر الكرم وشهر الخير، نبدأ في صفحة جديدة ونبدأ في فكرة جديدة، ازاي ان احنا ننمي سلوكيات في اولادنا. بالزبط. ازاي ان احنا لو في صفة في ابني مش عجباني او حاسة ان هي مأثرة عليه تأثير سلبي، ازاي ان انا اقدر كأم ان انا اغير من ده وانتهز الشهر الكريم في ان انا اعمل ده باسلوب جميل كلنا حبيناه وتربينا عليه، وهو اسلوب السرد القصصي، حلو جدا. اسلوب الحكايات والقصص، واحنا على فكره مرتبطين في رمضان من سنين وسنين، من ايام الفوازير وايام بالقصص. الدراما وما زالت الدراما، قصص شريهان القصص الف مهمه ليله ابله فضيله، تربينا على نسمع القصه الصبح من ابله فضيله، وكنا فعلا الحاجات دي اثرت في تربيتنا جامد. وحاجه كمان مهمه، احنا رمضان شهر القران، القران هو قصص، قصص. كله ونقص عليك احسن القصص. احنا اتبرمجنا على كده، ربنا بالزبط. سبحانه وتعالى لما خلقنا عارف تركيبتنا ازاي، فلما نزل لنا التوعية الدينية نزلها عن طريق القصص طبعا. فهنلقى احنا حتى واحنا بنقرأ القرآن الكريم بنبقى فيه متشوقين، وكل مرة بنقرأ عايزين نفهم قصة سيدنا يوسف، قصة سيدنا موسى، بالزبط. كلها قصص، وقصة يعني إلقاء سيدنا إبراهيم في النار، ونقعد نتخيل ونحكي. فاحنا متبرمجين على ده. حلو، صح. فعلشان كده وكمان في حاجه مهمه قوي، احنا كمان يا ادمين ما بنحبش الاوامر، يعني اعمل كل، نام، قوم، لا مش بنحب ده، او نصيحه او كذا، صح. الانسان طبيعته ده، هو برضه كبير متبرمجين صغير على ده، صح. تمام، فلكن لما جاب له الصفه او المعلومه اللي انا عايزاه، او الشخصيه اللي انا عايزه اشكل ابني بيها، ما انا لازم يكون عندي وعي كأم، لازم يكون عندي وعي، براقب ابني، بشوف تصرفاته، بشوف المرحلة العمرية اللي هو فيها، ايه الحاجة اللي مناسبة ليها، ان كان مرحلة طفولة او طفولة او المراهقة او الشباب او كل اي مرحلة ليها طريقتها. ليها طريقة. طيب، عشان حلقتنا سريعة، تمام، فاحنا عايزين مثال، يعني دلوقتي هعمل ايه علشان خاطر اوصل لابني معلومة او اغيره ايجابيا. منتهى البساطة كده، فرض من الفروض الواجب علينا اتباعها زي الصلاة، انا عايز اعلم ابني الصلاه، فانا ممكن اعلم ابني الصلاه بطريقه غير مباشره، لو قلت له صلي مش هيصلي، مش هيسمع الكلام. يبقى انا هعمل ايه؟ انا حطيت الهدف دلوقتي ان انا في شهر رمضان الشهر الفضيل، انا عايزه ابني يخرج من الشهر ده بيصلي. تمام. وعايزين نقول حاجه مهمه، ان اي عاده لو استمرنا عليها 40 يوم ما خلاص بتبقى بتتبرمج معانا وبنفضل فيها طول العمر. تمام. يبقى انا دلوقتي هحط الهدف ان انا الصلاه، فهبتدي ان انا اقص عليه حكايات، ممكن حتى بقى هنا طبعا السيرش والنت والجوجل دنيا سهلة غير الأول، ممكن تجيب قصص الأنبياء، ممكن نجيب قصص تتكلم عن الصلاة، قصص تتكلم عن مكافأة ربنا للمصلين، حببها في الصلاة بطريقة غير مباشرة وحسب عن طريق طبعا الحاجة. مرحلته العمرية حسب هيقدر المرحلة. توصل له. دي فكرة هايلة جدا طبعا. بالظبط. بس طبعا عشان حلقتنا احنا سريعة، ممكن يعني ناخد بقى مثال او نطبقها فعلا مع بعض في حلقة تانية. اوكي طبعا، ماشي. يسعدني جدا، ربنا يخليكي، شكرا جزيلا. ميرسي يا دكتور. صحة وعافية، دكتور وائل صفوت، سعدية حسين.
الهندسة الإذاعية رحاب عكا.